اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. الموهبه نعمه من الله عز وجل، وهي مستقبل الامه وتفوقها. لذا قرر برنامج او فريق عمل برنامج امراه من كوكب اخر ان يتبنى المواهب ورعايتها، وذلك من خلال حلقات مسابقه المواهب التي ستتم على باستمرار في برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده معانا متسابقين هيدخلوا يبينوا الاعمال اللي عندهم، ومعانا فريق ومعانا اعضاء لجنه التحكيم. اعضاء لجنه التحكيم النهارده مشرفيني ومنوريني. معانا استاذ عماد ابو العينين، مؤلف وشاعر غني. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. معانا المستشار الاعلامي دكتور صقر ال عبد الله بالامم المتحده. اهلا بيك. يا مرحبا. هلا والله. ومعانا استاذ محسن عبد المعطي، مخرج مسرحي وسينمائي. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. لجنه التحكيم النهارده هتقيم المتسابقين. معانا شعراء ومغنيين، هيدخل واحد واحد هنناديهم وهم هيقدموا الاعمال الخاصه بيهم. بالتوفيق طبعا للجميع. ايه رايك يا فانوس؟ ممكن بس اقول حاجه صغيره؟ كل سنه وانتم طيبين جميعا، وان شاء الله تبقى حلقه جميله علينا كلنا. وبرحب بالساده الضيوف واقول لهم ان شاء الله انتم نورتونا النهارده، وباذن الله كل حلقه نقدم لكم مفاجاه جديده باذن الله. معانا اول متسابق تغريد احمد مختار. ازيك يا تغريد؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نورت الحلقه بتاعتنا النهارده يا تغريد. اتكلمي في المايك يا تغريد. حاضر. اتفضلي قدمي الشعر بتاعك. انت اولا عندك كام سنه؟ عندك 11؟ عندي 11 سنه. من محافظه ايه؟ من محافظه بني سويف. طيب بصي لجنه التحكيم وقدمي اعمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول أحب أعرفكم نفسي، أنا اسمي تغريد أحمد مختار، عندي 11 سنة، من بني سويف، مركز الفشن، قرية دلهانس، شعرات عامية، وبنت كرار للهيئة الوطنية للإعلام بالتلفزيون المصري بقيادة المخرجة الكبيرة الدكتورة منال محروس، وواخدة شهادة من هيئة جنيف بتدل إن أنا واخدة مركز أول على مستوى الوطن العربي. ما شاء الله. في سنة كام يا تغريد؟ أنا في سنة 5. نسمع الشغل بتاعك. هقول لحضراتكم قصيدة بعنوان يوم اليتيم، تأليف وإلقائي، أتمنى أنها تعجب حضراتكم. إن شاء الله. تفضلي. قل لي مين يا زمن يعوضني عن أمي وأبوي، حتى لو كانت أختي أو أخويا، من بعد حرماني من أقرب الناس ليا، شفت عجب كتير والدنيا شت علي، كنت اروح لعمي لقيته من ورثي بياكل وبيشرب من دمي، قلت لخال والد وانا هعيش معاه، لقيته علي جاحد والهم قولت سألتها صرخت بأعلى صوت وقلت عقلي تاه، قال لي يا عجوز بعصاه لك رب اسمه الكريم، ده حتى سيدنا النبي قال انا وكافل اليتيم، ساعتها افتكرت نبي واللي حصل وياه لما وضعته امه وابوه لم يراه، عبد المطلب جده هو اللي رباه، وساعتها عرفت ان اليتم عمره ما كان عيب، بدليل ان سيدنا النبي ربه وخلقه يتيم واواه، ووجدوا ضالا فهداه، ووجدوا عائلا فاغنى. ما شاء الله عليك. برافو عليك. برافو عليك. بكيتيني يا تغريد، انا كنت جاي النهارده عشان اضحك. المرة الجاية إن شاء الله تضحك. نورتينا. بنورك والله. جميل يا تغريد، ربنا يوفقك إن شاء الله. هقول لحضراتكم قصيدة بعنوان الجندي الشهيد لكلمات الشاعر الكبير محمد القوسي. عايزة أقول لحضراتكم إن القصيدة دي مستوحاة من قصة حقيقية، لأن كان في شهيد اسمه إسلام حس انه هيستشهد،
فكان بيوصي أخوه على أمه وأبوه وبيوصيه في الدنيا. فكلمات القصيدة بتقول: بات جيبين أخوه وقال له كلمتين يحلوا الجبال، قال له اوعى تمل يا اخويا لو غياب المرة طال، قال له شيل جزمة ابوك واملى توبك صبر منه، ولو في يوم حسيت بحمله شيل يا اخويا الحملان، خلي بالك يا ابن امك، خلي بالك يا ابن امك لو قدرت الشرطه رفعها جوا قلبك هتشيله، من يوم ولدتك شايله همك حتى وجعك كانت بتسهر في الليالي وتنتبيله، خلي بالك من الغيطان وزرع الحريه بيتك، هات رجولتك من الحيطان وابدا واعطي سيدك، لو قسيت فيهم عليك غصب عني قل سامحني، والله ما بكت عينيك الا وصوتك دبحني، الا وصوتك دبحني، ومات مات اسلام وفي يده صورة احلام، حقيقي الصورة بتوضح رجولته وطبته في ايامه، ووصف الصورة ما كانش لي ولا هم، كان محوش ربع مبلغ، كان محوش ربع مبلغ من جبينه وحرق دمه، كان بيحلم، كان بيحلم لما يطلع بالسلامة به يحج جابه وأمه. ونهاية القصة، نهاية القصة دمع أخوه بيسأل أمه ليه قتلوه، ليه قتلوه، هي دي حكاية إسلام، وبكرة بالكتير تنسوه، وبكرة بالكتير تنسوه. جميل يا تغريب، برافو عليك يا تغريب. بس ليه ليه الشعر بتاعك كله حزين يا تغريب؟ إيه السبب؟ انا قلت النهارده هتجيب لنا حاجه على المود والطبطب ولا حاجه، انا في رمضان يا تغريد، جيب لنا حاجه حلوه المره الجايه، عايزين طاقه ايجابيه. عندك كام سنه يا تغريد؟ عندي 11. متاكده ان عندك 11 سنه؟ اه والله. عصفوره عصفوره بتشمل عليها ما شاء الله عليها. جميل. هقول لكم قصيده بعنوان سينا للشاعر احمد الحجاوي. لقيت سينا في يوم على جنب زعلان، قلت لما أشوف مالها قاعدة مخصمانة، جربت منها وقلت مالك يا أرض الخير وين النخل والشجر، فتيت وين الطير، باين على وجهك، باين على وجهك جواك سر كبير، أحكيلي وشكيلي ده السر عندي فيه، بصيت لها بعينيها والدمع ماليها وقالت لي ان مفيش حد بيحميها، ربت ولادها سنين وخلتهم احلى شباب، كبروا وظلموها خدوها نار وخراب، قلت لها انا بنتك، قلت لها انا بنتك وانا اللي هحميكي، ارضك هتبقى عمار وبايدي هنيكي، زعلانه من اخويا راح اجيبه يراضيكي، لازم يبوظ رملك وبروحه يبديكي، امان امان ما تبكي، انتي بكيت سنين وضحكتك غاليه ودفعنا فيها كتير وحاربنا علشانها، واخدوا ابوي اسير وبرضو خدناكي بالقوة، خدناكي بالحرب، خدناكي بالسلم، خدناكي بالسلم، خدناكي وفرحنا يا سين، ويومها كبرنا وفيكي صلينا، قومي كفاية دموع والله لا أخلي صوابع ليكي شموع، والله لا أخلي صوابع ليكي شموع، والله لا أخلي.
عليك، برافو عليكي. ما شاء الله ما شاء الله، ممتازه يا تغريد. انا هغرق الاستوديو عياط يا تغريد النهارده. برافو عليكي بجد، برافو. ايش الاحساس الراقي ده حبيبتي؟ احساس عالي جدا. شكرا. حسستيني ان انا واقف على ارض سينا. شكرا. واقف على الجبهه. شكرا. حسستيني صحيح ان سينا رجعت لنا. طبعا ما انا بصراحه بابا لما كان بيقعد معايا وكان بيفهمني كتير حصل كذا وعملنا كذا وخسرنا في حرب كذا وكسبنا في كذا وخدنا سينا وكنا فرحانين جدا، فانا قررت ان انا اقول القصيده دي للشاعر احمد الجداوي. مين من الشعراء مصرك الاعلى تقريبا؟ الاستاذ الكبير احمد شوقي. ما شاء الله. وفي الوقت الحالي المعاصر هو عايز اقول لحضرتك ان في شاعر اسمه الاستاذ صلاح عتريس، ده الاب الروحي ليا، ده من عندنا من المركز بتاعنا. هو بصراحه زي اللي متبنيني وانا بحبه جدا بصراحه، وقلت له في كذا مره كتير جدا في اماكن كتير، بس قررت النهارده ان انا اقول لشعراء يعني تاني. عايزين لجنة التحكيم واحد واحد يقول رأيه، يعني واحد يبدأ بأستاذ محسن. هي تغريد طبعا يعني رغم سن صغرها انها بتوصل لي الكلمة بإحساس، عندها القاء حلو قوي. شكرا. بتوصله للمستمع ان هو لازم يعيش معاه. عايز اقول لحضرتك انا مش بقول قصايد على اني اوصل للناس، لاني انا ببقى حاساها، انا بقولها ببقى حاسه بكل كلمه بتطلع مني. لازم، ما كل واحد طبعا بيتكلم كلام لازم الكلمه بتبقى طالعه فاهمها حاسس بها من جوه، هنا لازم تتقال طبعا، لازم تحسسيني بيها، لان في كتير قوي بيكتبوا شعر حلو قوي اهم حاجه ان هو ما بيعرفش يوصله لي. اه ما هي عشان حاسه بالشعر بتوصله عشان من جوه طالع. لازم يعني اهم حاجه اللي بيقول شعر ده لازم يحسسني الكلام انا يعني اتعود عليه ان انا يوصل لي صح. انها في ناس كانوا بيقرا جورنان مع انه كاتب حلو، بس قراءه الجورنان غير ان انا اقول القاء حلو، شعر يوصله لي باحساس. فهي ما شاء الله ربنا يوفقها وان شاء الله تكبر وهتبقى شاعره حلوه كبيره. دكتور صقر، انا ما شاء الله عليها من صغر سنها واحساسها بالكلام المعاني، ادراكها باهميه سينا ورجوعها لمصر، قصيدتها في يوم اليتيم، هي كل كلمه بتقولها هي حاسه الكلام نفسه، حسستني ان انا يعني واقف قدامي جندي على الجبهه، راح جاب سينا وحرر سينا ورجعت لمصر مره ثانيه. حسستني ان هي كل كلمه بتقولها كلمه جهاد، بتجاهد بها، احساسها عالي جدا مع حركات اليد، حركات الجسد، تعبيرات الوجه، المقصات العالي والواطي، عيشتني في جو انا محتاج ان انا اعيشه مع كل كلمه قالتها، وصلت لي ما اللي داخلها وصلني انا، طيب، وحسستني ان انا واقف معاها على الجبهه. فما شاء الله عليها، يعطيك العافيه حبيبتي، والله يوفقك ان شاء الله. شكرا. واتمنى لك ان شاء الله تكوني شاعره مصر الاولى والوطن العربي. صح لسانك حبيبتي، صح لسانك. النهارده تغريد وجعت قلبي، وجعت قلبنا كلنا الصراحه. تغريد سابقه سنها كتير. اه بس واضح ان التاثير بتاعها، انا سالتها مين من الشعراء الحاليين دلوقتي اللي هي متاثره بيها، هي قالت لي على اسم شاعر تاني. لكن هي متاثره جدا بهشام الجاخ استاذنا طبعا، الشاعر بتاعنا الجميل طبعا. بس حضرتك ان ممكن انا افتكر حضرتك ان انا ليه علاقه بيه. لا انت شفتيه الاستاذ هشام طبعا في التلفزيون وفي بس انت لا، حاله حلوه قوي وربنا يوفقك حبيبتي. ربنا يوفقك. شكرا. شكرا يا تغريد، ربنا يوفقك بجد يعني. يا استاذه داليا ما سالتنيش رايي انا كمان. رايك يا فانوس. انا لازم اقدم معاه الفوازير السنه الجايه. خلاص اعمل حسابك بقى على كده من دلوقتي يا تغريد. هنعمل فوازير مع بعض ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا تغريد. بالتوفيق ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين.
وانت طيبه حبيبتي. بارك الله فيك. شكرا يا تغريد. بارك الله فيك. الشاعر صلاح اشرف صلاح الدين. ازيك يا استاذ اشرف؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل. نورتنا يا استاذ اشرف. نورك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيه الصباح من اشرف صلاح للاداره العليا والفكر الحكيم الاستاذه داليا ولجنه التحكيم. معكم الشاعر الغنائي اشرف صلاح الدين محمود، شاعر من العاميه. اسمحوا لي ان اقدم ثلاث اعمال اذا سمح الوقت. تفضل استاذ اشرف. تحيه للبلط الابيض. تحية للبلط الأبيض رمز عيون لا تنام ولا تغمض وإيدين تداوي العليل لما يئن بآه ويغنم. أسف. تحية للبلط الأبيض رمز عيون لا تنام ولا تغمض وإيدين تداوي العليل لما يئن بآه ويفضفض. تحية للبلط الأبيض. البلط رمز الأصالة لملايكة بتأدي رسالة بتفاني وبكل بسالة علشان الصحة ما تتعوض. تحية للبلط الأبيض. فمسنى الصحة تاج وبيتمناها المحتاج في وشوش الملايكة البسمة والبسمة أكبر علاج لأرواحنا دول بلسم شافي من نالوا يوم أم متعافي وقلوبهم دول نبع صافي ودورهم عمره ما يتعوض. تحية للبلط الأبيض. نهديهم نطق اعلى وسام وصوره بريشة رسام وسجل فيه انجازاتهم وطريق زاهي وبسام. دلينا ملائكه رحمه في وقت ما ألمنا تحمه في حياتنا دول اكبر نعمه نعمه ولا يوم تتعوض. تحيه للبلط الابيض. ده اول عمل. برافو عليك. بالتوفيق. نهارك ابيض. نهارك كل يا بنت. واحنا كمان بنوجه تحيه للبلط الابيض وللجيش المصري الابيض. الله يحفظهم بحق لا اله الا الله. الله يحفظ ارواحنا. امين يا رب. البلاد الاخرى يعني ونشوف مقارنه بينهم لان احنا الجيش الابيض فعلا هو اللي حمانا. صحيح. يعني بجد هم عملوا حاجات ما كانش حد متوقعها خالص يعني. صحيح. العمل الآخر باسم امحو اسم كل خاين. امحو اسم كل خاين غير أمين من صحائف وسجل المصريين واللي زرعوا في قلب مصر ألف عين يكشفوا أسرارها للناس أجمعين والانتماء لبلاده كلمة في شهادة ميلاده. امحو اسم كل خاين غير أمين. امحو اسم كل من باع التراب وسلموا للأعادي والأغراب واللي بيسعى في بلاده للخراب وطرب شره بالأمان ورا سراب. للغريب كان انتماؤه للعدو قدم ولاؤه هو ده عدو البلاد في كل حين. امحو اسم كل خاين غير أمين. امحو اسم كل من يئدها نار والفتن كانت وسيلته للدمار ولأن مصر للعرب شمس النهار هي هدف لكل معتدي جبار لو هو حلمه في انتصاره وحدتنا قوة لانكساره. نبقى يد من حديد ولا يوم تلين. امحى اسم كل خاين غير أمين. سجل مصر زاهي على مصر الزمان واللي يمسه في يوم بشر ملوش مكان كل اسم فيه بحق له كيان. الاسم بحروف من ذهب ونور كمان نجمه فوق دايما يلالي اسمه باقي في العلالي بانجازاته لجن مصر مدى سنين. امحوا اسم كل خاين غير امين. اكتبوا اسم اللي يصنع شيء مفيد واللي يصبح لبلاده امان جديد واللي يحيي في مصر تاريخها المجيد واللي يوهب عمره لبلاده شهيد واللي ليها يوم اساءه رب شاء مهما يشاءه مصر أمنة بولادها ليوم الدين. امحو اسم كل خاين غير أمين.
برافو عليك. برافو استاذ. ما شاء الله. برافو عليك. برافو ما شاء الله. على مهلك على مهلك. ححرر قلبي بإيدي وقرب أيام عيدي، وإن كان حبي في دمي حغير دم وريدي. هتحرر في شعوري بعد ما ضليت نوري، والهوى عز ربيعي جه دب الزهوري. ححرر قلبي بإيدي، هتحرر من شوقي نار ولهيب في عروقي. غرقت في بحر دموعي وبإيدي لقيت طوقي. هحرر قلبي بإيدي لو تتحرر روحي من صدقي ووضوحي، وانسى سنين الماضي أداوي كل جروحي. هحرر قلبي بإيدي الحرية نشيدي، هودع آه تنهيدي. بكرة يا قلبي تغني وتطير حر يا سيدي. هحرر قلبي بإيدي. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. توفيق. بالتوفيق. بارك الله فيك. شكرا أستاذ أشرف صلاح. متشكرين. شكرا متشكرين يا أستاذ أشرف. رأي اللجنة بالترتيب تفضل يا أستاذ محسن. طبعا هو بدأ بداية أهم حاجة البرط الأبيض وبيعني طبعا بيه حالة البلد اللي احنا فيها والمرض اللي احنا فيه الوباء اللي احنا فيه وكورونا. ومين النهاردة أساس اللي احنا فيه؟ طبعا الممرضات الدكاترة دول أهم حاجة، ودول اللي فعلا بيرموا نفسهم عشان احنا نعيش. دكتور هو فعلا رمى خيط حلو قوي، بشكره جدا. اتفضل يا دكتور صقر. بحيي الاستاذ اشرف يعطيه العافيه على الابيات الجميله اللي قالها. طبعا نتكلم كلام احنا محتاجينه، ان نحيي البلط الابيض من ملائكة الرحمة من أول وزارة الصحة، وبنشكر وزيرة الصحة الدكتورة هالة، والجيش المصري الأبيض اللي هو حامي مصر والدول العربية. ولولا جيش مصر ما كان الوضع اللي احنا فيه. فتحية للبلط الأبيض والجيش المصري الأبيض والملائكة الرحمة اللي تعبوا وسهروا من أجل المواطن والمقيم في الوضع اللي احنا فيه وكورونا، والله يعافينا ان شاء الله منه. الوضع اللي احنا فيه حاليا ده دور العلماء ودور الاطباء، هنا عرفنا قيمتهم، وهم اللي وقفوا وقفه خلاص قدروا يقوموا ويقوموا مع الشعب. والحمد لله مصر وصلت لمرحله الحمد لله متقدمه بالنسبه للوباء اللي احنا فيه. فتحية للبلط الأبيض والجيش المصري الأبيض وملائكة الرحمة هذول اللي يعطيهم ألف عافية، اللي بيضحوا بأرواحهم من أجل المواطن والمقيم. يعطيكم العافية. شكرا. أستاذ عماد تفضل. هو طبعا الأستاذ أشرف اتكلم في موضوع الساعة، موضوع البلط الأبيض طبعا حاجة ممتازة جدا، بس أنا أتكلم عليها من الناحية الفنية كشاعر. هو عجبني قوي الدخول بتاع القصيدة بتاعته، هايل، تفعيلاته كويسة. المعنى بتاعه كويس، شطراته متناسقه مع بعضها. الباقي محتاج تشتغل عليه شويه، بقيه القصيده محتاج تشتغل عليه شويه. لكن انت يعني مشروع شعر ممتاز، عندك مفردات كويسه، بس محتاج تشتغل عليها شويه. تمام. بس الشغل ده ما بيتش تكون مفتوحه بالنسبه لي. انا كنت وزاره الكره عامه طيب احنا يا استاذ اشرف احنا مش سامعينك كده عشان انت طلعت بره المايك. ممكن حضرتك تيجي تتكلم هنا معلش؟ استنوري. ما لسه يا فانوس لسه، بس المقصود اشرف يقول وجهه نظره.
الجزء الاولاني طبعا الدخول بتاع القصيده حلو جدا، تمام عجبني، تمام تفاعلاته كويسه زي ما قلت لحضرتك. طب اقعد يا استاذ اشرف. الباقي هو حلو قوي برده، بس في تكات صغيره كده محتاجه تتعدل شويه في طول الشطرات في التفعيله. تمام لكن الموضوع ككل الموضوع كويس. واللي لفت نظري في الاخر خالص انت كاتب عنوانك مش عارف ليه. انا كنت بقدمها اولا في اليوم السابع، بس طبعا تحيه البلطوطه دي ما قدمتهاش في حته خالص. لا في بقى اللي هي الاخر حاجه اللي انت كاتبها اللي هي احرر قلبي بايدي، دي ممتازه جدا كمان، بس محتاجه تبقى غنوه. ما هي غنوه وحضرها فويس، وكان في عازف ورايا كان بيديها وعاملها وجاهز على الاثنين، هديها للميكسر يشغلها، للاسف ما كانش موجود. لا هي المفروض اصلا تتغير بالشكل ده كله، الموضوع حلو قوي، لكن طبعا ده مش شكل الغنوه. الغنوه ليها شكل تاني طبعا وبناء هندسي غير ده خالص. لكن الموضوع كله حلو، الموضوع كله كويس. تمام. بس تبقى عارف قصه الغنوه بتتعمل ازاي، بتفتح شطراتها ازاي، بتقفلها ازاي، القافيه بتاعتها، تفعيلاتها، الرجوع في السين بتاع الغنوه، انما الموضوع حلو. لما المجمل العام انت يعني مشروع شعر كويس. شكرا ان شاء الله. غير كمان يعني في الاغاني هنا عندك التزامك بالقافيه ووحده البيت. يعني التزامك بالقافيه ووحده البيت. في حاجات زي السكن اللي بتاعت اسم كل دخين. نعم. دي برده من الحاجات اللي انا فزت فيها في المسابقات. حلوه جدا جميلة. قصيده لكن مش غنوه. لا هي كقصيده. من غير ما يقرا ما حدش بيقرا لي خالص، وكله خلي بالك الشعر الغنائي، الشعر الغنائي يسمع ولا يقرا. لا ممنوع الباب مقفول اساسا. انا لما اكون بكتب غنوه ما اديهاش لحد يقراها، لازم اقراها انا. ولا يسمعها ولا يقراها. مفيش غير الله يرحمه يسمع من صاحبه. الشعر الغنائي يسمع من صاحبه، ان ممكن حرف انت تقراه بشكل ثاني غير اللي انا كاتبه. تمام. فاهمني ازاي؟ فلازم الشعر نفسه يسمع ولا يقرا. كان ملحن سمعني في اعمال فقال لي لا ده انت جينا الاستوديو عني عمل لي حلقه ساعتين، دخلني في مسابقه في اكتوبر، ما جيت في اكتوبر فزت. طيب دخلني حاجه ثانيه. معلش يا استاذ اشرف بالتوفيق عشان الوقت. معلش. شكرا موفق ان شاء الله. يا استاذ اشرف انت لازم تكتب لي حاجه عشان انا اقدم رافت العجان الجزء الثاني ولازم تبقى معايا عشان نتكلم. بالتوفيق. معانا المتسابقه الثالثه استاذه هبه جمال ابراهيم. اهلا يا استاذه هبه، اتفضل. اهلا يا هبه. مرحبا. هلا اهلا والله. انا هبه جمال ابراهيم الفتاح التالت كبير اسماعيليه. حابه في البدايه اعمل اهداء لبابا وماما، كل سنه وهم طيبين وكل سنه حضرتكم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. حابه اقول قصيده للشهداء. تمام. بس هيكون بس ايه معلش يا فانوس المره الجايه هبقى اسالك. طيب. قالوا لها مات، قالوا لها مات وجابوا لها صورته، قالت ما ماتش. قالوا لها مات وجابوا لها حاجته متعاصه دم، قالت ما ماتش. جابوا لها ورقه من بنطلونه حلفها فيها لو ما تشهيد فضلت زغرت وما تصوتش. فضلت تزغرد لحد صوتها ما راح خلاص، وفي الارض طبت وراحت ما جاتش. قالوا لها اصحي ابنك ما ماتش. قامت تدور عليه في كل حته ولا حد رد، تخش اوضته وعليه تدور ولا شايفه حد. فتحت دولابه مسكت هدومه، لقت هدومه ريحتها ورد. أخذت قميصه وقعدت على حرف السرير وعينيها نعست، شافت حبيبها عمال بيضحك ويقول لها عاوزاني أموت. أنا يما حي والله حي، طب امسكيني والمسيني واحضنيني زي ما حضنتك، هاتي إيديك وصدقيني أنا لسه حي، وصدقيني أنا حقي جاي. بس انا عايزك تكوني صابره وصامده وراضيه، وهتشوفيني في اي حد واقف مكاني، ولسه في الف غيري هيموتوا تاني.
يا أمي يا أمي أنا اللي زيك تفرحي ابنك عريس، وفي ألف عروسة يا أمي في الجنة مستنييني. قامت عليه من الحلم تجري وتمسك في بدلته وتقوله: يا ابني ضاعت أمالي وراحت أمالي، مين اللي هيلبس البدلة اللي كنت شايرها لك؟ ده أنا كنت من تحويشة العمر جايبها لك، أنا كنت خايفة ما تعجبكش، ده أنا قالوا لي ضناكي مات وبقول ما ماتش. أجيب حبيب الصبر منين؟ ما خلاص ما عداش. يا ناس دي آخر مرة جالي وما لحقش يجي وما قعدش، لحقش يجي وما قعدش. صح لسانك، برافو عليك ما شاء الله. انا عيطت يا هبه، برافو عليك بجد، شو الاحساس الراقي ده، ما شاء الله ما شاء الله، صدر لك شعر بجد، برافو عليك. حاجه برضو من تاليفي حابه ان انا اقولها. دي من تاليفك هبه؟ لا لا، انا عايزين حاجه ليك انت. خلاص مش تمام، انا ممكن في حاجه يعني، بس الالقاء رائع جدا. معلش انا المفروض مصابه شعر. أنا ممكن أقولها من غير ما اسألوا الروح، اسألوا الروح اللي كانت تشبهني، ده عايشني معاه أوهام وكلام، بس للأسف صدق لنا شاعر صاير جحيم، كسر الخواطر أصبح أسير. بعد إيه كسر القلوب لما تكسر قلب بنت حلمها معاك بيت، تبقى ليك السند والظهر، عشمتها في أوهام وكلام وفي الآخر تقول لها كلام باسم النصيب. بس هقول لك يا ابني شيء مكتوب، يا ابني ربك رب قلوب، كسرت قلب وجع وفراق كل هيجي بس بحساب، حساب الآخرة ووجعها نار بتحرق جوه وجعها. لما هيسأل رب الآخرة فاكر إنك بقيت مبسوط؟ فاكر لما كسرت قلوب حلم البنت هيصبح موت؟ حمل وجعها وكسرت قلب تبقى ساعتها واقف مهموم شايل ذنبها، حتى لو كان ذنبها ذنب جبال بتعلق برقبتها. بس نصيحة واسمعها، ما تعلقش قلب إنسان، ما تعلقش قلب إنسان كل حياته كان في أمان. برافو عليك، برافو عليك ما شاء الله. كده الإحساس وصل على فكرة قوي. أي نعم، إحساس مباشر منك، وصلته ده صحيح. لا حاجة جميلة جدا. طب عايزين رأي اللجنة. برضك هبة الإلقاء بتاعها حلو قوي، إحساسها حلو قوي، بتوصل لي المعنى صح، وده أهم شيء في الشعر. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل يا دكتور صالح. هبة أنت حسستيني بالفعل إن أنا عايش قصة واقعية قدام عيني، من إلقائج أسلوبج حسستيني إن أنا عايش القصة حقيقية قدامي، أنا اللي عايشها. عرفتي؟ أنت من متى بدأتي تكتبين الشعر؟ أنا عامة أنا بصراحة يعني أنا خلصت تالتة سنة، وبعد كده الجامعة بدأت إن أنا ما كنت أنا اللي كنت بدأت إن أنا أحفظ قرآن وكده، هو اللي ساعدني القرآن اللي أنا دلوقتي أوصل لنا فيه دلوقتي. بعد ما خلصت الجامعة أنا عمري 24 سنة، خلصت بكالوريوس تجارة، بكمل دراسات عليا في صحة نفسية. ما شاء الله، صحة نفسية؟ صحة نفسية ما شاء الله. فيعني ده ساعدني برضو، يعني هي الفكرة بعد ما خلصت الجامعة بقى فقعدت فبدأت إن أنا أكتب. يعني هو أنا الكتابة كانت معدي من الثانوي، من أيام الثانوي، بس دلوقتي طورت فيها أكتر، وبدأت القراءة برضو أكسبتني مهارات كتير جدا في حياتي. صحيح. في القراءة بدأت إن أنا أسمع الشعر أمير الشعراء أحمد شوقي، طبعا ده متأثر بيه جدا. عامة بدأت الكتابة بالفصحى مش بالعامية، فده بدأت إن أنا فكرة كل عامية فصحى، بدأت الناس أصلا مش متقبلة فكرة حسيت إن الفصحى عامة مش متداولة أكتر في الوقت اللي احنا فيه، فمش بتقدر توصل للناس. أنا دلوقتي خدت حاجة في أصحاب الهمة، دي برضو ده حاجة عامية ما شاء الله. وبرضو بدأت إن أنا برضو أكتب في الفصحى، فبدأت لما لقيت السوق أو الناس كلها مقبلة على العامية. صحيح. فبدأت إن أنا أكتب بقى العامية، فده لسه بدأ يعني الفترة دي العامية اللي أنا أكتب العامية. ما شاء الله، لا موفقة ما شاء الله، وموهبة إن شاء الله، يعني بننتظر منها إن شاء الله المزيد.
وبالتوفيق ان شاء الله. موفقين المره الجايه ان شاء الله. هو اجمل حاجه النهارده ان كلهم عندهم احساس عالي جدا. يعني بيوصلوا لنا الفكره بتاعتهم باحساس جميل قوي، بيمثل القلب على طول كده بدون استئذان. بالظبط كده. هبه حاله جميله جدا. ربنا يخليك. بالذات حاجتها هي اللي عجبتني، لان الحاجه لما تكون انا كاتبها بتطلع باحساس عالي قوي غير ما اكون بلقي قصيده او انا عامله قصيده بس كبيره جدا، فطبعا الوقت والوقت البرنامج كده بناخد فكره عن المستوى بتاعك بس حاجه جميله جدا. ربنا يوفقك حبيبي. وحابه برضو اعمل اهداء لوالدي ووالدتي برضو عشان هو دلوقتي شايفني، وطبعا اهل اسماعيليه والتالي الكبير طبعا. وشكرا لحضرتكم. تحيه ليكم. حضرتكم طيبين. طيبين. انت طيبه يا هبه. بالتوفيق يا هبه. رايك يا فانوس؟ رايي طبعا. صغلوله خالص خالص خالص. انا هسميها النهارده هبه شوقي. هبه احمد شوقي. شرف ليا طبعا والله. ربنا يخليك. شكرا جدا لحضرتك. موفقه ان شاء الله. ان شاء الله يا هبه. المتسابقه رقم 4 عبير ناجي صادق. احساسها راقي جدا. حلو غير الموسيقى التصويريه حسستني اني على طالع مسلسل المال والبنون. لما انت اخذتها قالت احساسها هو. السلام عليكم. عليكم السلام. طيبين. انت بخير. كل سنه وحضرتك طيبه. انا مبسوطه جدا ان مع حضرتك في البرنامج. انا بتابع حضرتك ما شاء الله، يعني متالقه في كل الموضوعات. متشكره من ذوقك والله. الله يخليك. انا اول مره يعني اروح لجنه التحكيم وكده. انا كنت بحضر في ندوات شعر في بيت الشعراء، وكنت بحضر في قصر الثقافه بالانفوشي، وفي يعني انا بحب اكتب موضوعات اجتماعيه وليا برامج على النت، بس برضك ما تعرفتش يعني. وعملت اعداد برنامج دين اجتماعي لسه كان معروض اول رمضان ده. ما شاء الله. توفيق ان شاء الله. ما شاء الله. انا بقى بكتب شعر وانا بالفه. ما شاء الله. فهتكلم عن الحب. الحب مش مجرد كلام يتقال، الحب صدق تؤكده الأفعال وتثبته الأيام. الحب خوف وأمان، الحب وعد والتزام. إنسان يخاف على إنسان يحميه وبكل حياته يفديه. الحب صفاء، الحب نقاء، الحب وفاء. لو الحب عذاب بلاشه، لو ضاع العمر، لو ضاع العمر في عتاب إيه معناته؟ الحب تقدير، تقدير كل طرف للطرف الآخر، مش وجع قلب ومخاطر. هو ده الحب، هو ده الحب يا فتيات، هو ده الحب، مش ورود بلقاع الطرقات. هو ده الحب، هو ده الحب يا فتيان، تعلموا كيف تكسبوا قلوب بنات الحلال. في حاجة تانية كتبها، الوداع. براحتك يا عبير. قول ايه يا فانوس، انت نمت ولا ايه؟ قوم يا فانوس على بال ما تستعد، بس رايح شويه. هو ما صحي بدري. الوداع، الوداع يا زمن النقاء، تمزق قلبي من الغباء. النفوس تغيرت والمبادئ تبعثرت، الدنيا ضاقت والفرحه ماتت. يا زمن البراءه، يا زمن البراءه، تعلمت وبكفاءة أن أكون قاسية القلب ولا ألجأ لأحد. فمن يكون اليوم حبيب غدا يكون غريب، وفينا جرح يصيب. يا دنيا، يا دنيا، لما ألوانك تغيرت وأحوالك تدهورت؟ أذنبي أنا أم ذنبك؟ تعبت مما رأيت منك، كل الدروب سوداء، كل جرداء. على مهلك. واحدة واحدة. تركت رسالة، ادعولي، ادعولي لتلك الحالة التي وقعت فيها، حالة يأس، حالة ضعف، حالة خوف، حالة دمار، حالة انهيار. مصر، مصر رجع، رجع بكل فرحة، بطوبها الأبيض بالخير بتوعد. مصر، مصر يا طيبين، مصر، مصر يا مصريين، مصر، مصر بناتها نار تقهر أي جبان فكر إن مصر ممكن تنهار. مصر،
مصر، مصر رجالها حيتان تقهر كل الجبان، فكر ان مصر ممكن تتهان. بالتوفيق يا عبير. تحيا مصر. تحيا مصر. طب اقعدي نشوف راي اللجنه بس. سامينا لو في حاجه تتكلم معاهم اتفضل استاذ محسن. انت ما شاء الله يعني كويسه، بس في حاجه انك متوتره مش عارف ليه. الشاعر زي الممثل، لازم ادخل ادي انسى كل حاجه، انسى يخليني في اللي انا دوري، انسى اسمي واعيش الاسم اللحظه اللي انا فيها، عايشه اللحظه يعني. ما بقاش في توتر، احضر نفسي قبل ما ادخل، اعمل بروفا مع نفسي مره واتنين وثلاثه وعشره، وادخل ابقى في اتقان. انا يمكن كويسه، بس هي شيلي الرهبه شويه. انت اول ما جيت ودخلتي قلتي اول مره وانا لا ما تقوليش كده، لازم تخشي جريئه وربنا يوفقك. صايبه يا استاذ محسن، صايبه. دكتور صقر اتفضل. ما شاء الله عليكي. الخواطر اللي انت قلتيها والقصيده الاوليه عن الحب جميله جدا. احنا محتاجين الحب. طيب ولولا الحب بينا ولرب العالمين جعله بينا، الحمد لله احنا عايشين بالحب. ولما حبينا بعض في الله، ولو حبينا بعض اكثر في الله، ممكن نغزو العالم كله بدون حرب بكلمه الحب. فإحنا محتاجين صحيح الحب يزيد بينا، والسلام والوئام، ده كل ده اللي إحنا محتاجينه. إحساسك جميل ما شاء الله، الخواطر اللي عندي جميلة، وصلتي لي صحيح إحساس الحب اللي إحنا عايشينه، وإن شاء الله بنتعايش به، وإن شاء الله الله يديم علينا الحب والمحبة، ويجعل إن شاء الله مصر بلد أمن وأمان دايما ومحبة وسلام. موفقة إن شاء الله. أستاذ عماد اتفضل. هو برضو زي ما قال الأستاذ محسن، هي داخله متوتره مع ان هي عندها خامه كويسه جدا، يعني الشطرات بتاعتها قصيره والقطعات بتاعتها ممتازه جدا، بس هي ما اعرفش ليه احساسها ما وصلنيش بشكل كامل. يعني هي يمكن عشان التوتر. التوتر هو اللي عمل كده، لكن هي عندها خامه شاعره كويسه، محتاجه تشتغل عليها شويه كمان تبقى ممتازه جدا. يعني بالتوفيق. بالتوفيق. انا عايز اقول لها حاجه صغيره. رايك يا فانوس؟ يلا خلص. اتسحري كويس، اتسحري كويس وانت جاي البرنامج. فانوس قرب مني عشان تتكلم بعد كده. شكرا. انت مش جاي في الكاميرا، انت مش جاي في الكاميرا يا فانوس. بالتوفيق. عندها خواطر برضه مش طب عايزين نعرف من لجنه التحكيم الراي بوجه عام. هدي انا الاول يعني. ماشي استاذ محسن. ماشي استاذ محسن اتفضل. انا طبعا هاخد المركز الاول. طبعا بوجه عام يعني انا كل المتسابقين اللي انا سمعتهم اداء حلو، احساس حلو، حضور كويس. اهم حاجه زي ما بقول لهم ان الشعر اهم حاجه القائه يوصله لي صح، ومعظمهم طبعا ووصلوا لي الجمله حسوني بيها. هي بس يعني الاخت الاخيره هبه هي دخلت متوتره. لا هبه عبير. عبير ناجي. عبير. عبير ناجي. يعني هو ده التوتر اللي فيها، انا الغي ما بقاش متوتر، ادخل اكون محضر نفسي قلت لها زي الممثل بيبقى عامل بروفا مره واثنين وثلاثه وداخل للجمهور. ما ينفعش ان انا اقع. الجمهور ده هو الحكم بتاعي. دكتور صقر هم طبعا يعني هم انا بقول ما دام وصلوا لين هنا انزين ووصلت لهم عندهم الجراءه ان هم يقعدوا قدام الكاميرا. هو برضه قدام الكاميرا بيبقى فيه فرق، بيبقى فيه رهبة طبعا. اي نعم. لازم نراعيه برضه في التحكيم. بالتاكيد صحيح. فعشان طبعا الرهبة الكاميرا واول مره مثلا في اول مره اللي قعدوا قدام الكاميرا قدام لجنه التحكيم فبيكون في نوع من انواع التوتر، لكن هم عندهم مواهب انزين، ومصر دايما ولاده والمواهب موجوده ما شاء الله لا اله الا الله. هم عندهم ما شاء الله احساس راقي، قدروا يواكبوا الحدث اللي احنا فيه
فكل واحد قال أبيات الشعر أو القصيدة أو الخاطرة اللي عنده على حسب الحالة اللي احنا عايشين فيها على مستوى العالم وعلى مستوى مصر، وكل واحد طلع ما بيدخله لحبه لمصر على الورقة والقلم، وكل ده وصلني أنا. إن كان متوتر أو غير متوتر أنا وصلني إحساسه، حبه محبته لمصر ولبلاده وللجيش الأبيض والملايكة، صحيح اللي هم في وزارة الصحة يعطيهم ألف عافية. أنا وصل لهذا الإحساس ما شاء الله عليهم، استمراريتهم طبعا هيكونوا من أفضل لأفضل مع قراءة الشعر، مع الثقافة، مع الدراية أكثر، إن شاء الله يكونوا بإذن الله في مكانة أعلى. شكرا، الله يوفقهم جميعا. اتفضل أستاذ عماد. هو النهاردة كل واحد من المتسابقين له طعم كده ولون لوحده، بس كلهم بيجتمعوا على حاجات جميلة جدا. يعني الأستاذ أشرف اتكلم على البلطو الأبيض، قضية الساعة طبعا، هبة والتغريد اتكلموا على مصر، على الشهداء، عبير برضو اتكلمت على مصر، ففي نزعة حلوة قوي، يعني حب بلدنا جميلة جدا. هما كلهم الأربعة اجتمعوا على حاجة زي كده طبعا، وتغريد طبعا كلكم انتوا الأربعة بصراحة يعني، فربنا يوفقكم ان شاء الله، وانتم حملت كويسه جدا. شكرا، متشكره عشان وقت الحلقه لاعضاء لجنه التحكيم، طبعا شرفتوني ونورتوني. شكرا يا فندم. قول يا فانوس رايك بسرعه عشان ما تزعلش. انا هعمل لهم مسلسل كده مع بعض، بس انا هاخد دور البطوله طبعا. هم يكتبوا الشعر وانا اللي هبصر واعمل فوازير واعمل كل حاجه. طبعا هيتم التصفيه بين المتسابقين، والفائز هيبقى ليه جايزه كبيره جدا من برنامج امراه من كوكب اخر. احنا كان عندنا الحلقه اللي فاتت سؤال، الحلقه كان بيقول ايه هي اطول ايه في القران الكريم. كان الفائز معانا استاذ احمد مختار، يتفضل يستلم الجايزه. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ مبروك، الف مبروك، بالتوفيق يا استاذ. مبروك يا استاذ احمد، كل سنه وانت طيب، نورتنا النهارده. مبارك حبيبي، بالتوفيق، موفق حبيبي ان شاء الله. بالمبارك تستاهل. بشكر جميع المتسابقين، وان شاء الله الفوز. انا اتمنى كل المتسابقين يفوزوا، بس لازم نعمل تصفيه. ولكل الموهوبين في الكوره، في الشعر، في الغناء، في التمثيل، في الطبخ، احنا عندنا كمان فقرات مطبخ داليا. اي حد موهوب يقدم في مسابقه المواهب برنامج امراه من كوكب اخر. والى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. باي باي.